والحقيقه انا شاكر جدا للمشاهدين الكرام اللي بيتفاعلوا معانا على اللايف على فيسبوك وبيبعتوا اسئله. واحد حقيقه من الاسئله او من الطلبات مشاهده كريمه الست او الاستاذه منى بدر، وده شق تشريعي الحقيقه. هي بتقول طيب بمناسبه المؤتمر الاقتصادي لازم يكون في نظر او نظره الى مساله المعاشات والمواطنين اللي هم المعاشات والاسعار والظروف والغلاء والكلام ده، فهل في ممكن يعني تشريعات، حزم تشريعيه، مساله الحمايه الاجتماعيه ازاي توجه مثلا لبعض الفئات اللي اصبحت اولى كمان بالرعايه؟ بص حضرتك، يعني المعاشات دي كانت مشكلتهم كبيره وتم حلها بالقانون اللي اتعمل لهم من 3 4 سنين، ووزاره الماليه بتسدد يعني جزء كبير من المبالغ دي. يعني انا اعتقد ان في العام المالي الحالي وزاره الماليه هتسدد 190 مليار جنيه، فده يعني ايه المعاشات. لكن هذا لا يمنع ان طبعا دايما في بدايه العام المالي السيد الرئيس بيطلع قوانين، واخد بالك، بزياده بنسب معينه في المعاشات وكده. لكن انت عارف المعاش ده حاجه اكتواريه، المفروض على قد ما دفعت على قد ما بتاخد. صح. طبعا قيمه الجنيه اختلفت عن زمان عن دلوقتي، وبالتالي عشان كده بتتعمل الالوات والكلام ده كله. اكيد. فدي يعني ده كده كده يعني في الموازنه دايما ايه بتتراعى ان شاء الله. رساله من حضرتك كوكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب للمشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي، إن الحمد لله كل الأمور مراعاة، الاحتياجات الأساسية، الدعم، التعليم، الصحة، المرافق، كل ده مؤمن يعني. بص حضرتك، كل ده مؤمن بنسبة 100% في موازنة العام الحالي. تمام. وإن شاء الله يعني القادم هناك تشريعات كتير خاصة يعني بمصر الرقمية، واخد بالك، وبالتوقيع وتعديل في أحكام التوقيع الإلكتروني. يعني في شغل إيه اللي عشان يسهل العملية على الناس كلها، ما يبقاش الشغل إيه يدوي، مفيش خلاص اليد، ده كل سنة طيب. فإن شاء الله دوركم الرقابي في تنفيذ بعض القرارات. إحنا عملنا لهم قانون الجمارك. لو لهم أي ملاحظات على هذا القانون أو في اللائحة، اللائحة ممكن تغيرها الحكومة، دي الحكومة اللي عاملاها. مظبوط. لكن ما اعتقدش القانون هيبقى فيه ملاحظات كده، هي الملاحظات تبقى في اللائحه. يعني احنا قلنا بعض الملاحظات في الغرفه التجاريه وبعتناها، ان ممكن ان شاء الله يكون في بعض التعديلات يعني، وخاصه في معوقات التصدير. يعني عايزين التصدير هتبقى يعني كلها اكيد لائحه، طالما معوقات التصدير يبقى لائحه. يبقى اللائحه، يبقى الحكومه. لائحه تبع الحكومه. يبقى ليه جزء مهم في المؤتمر ان شاء الله النهارده وبكره، لان في ثالث يوم اعتقد